أخ يقول: أسكت الذين يحبون هزيمة حماس أمام اليهود. حقيقة الفتن لما تدور أصبحنا نسمع عجلا، والأشد من العجل أن تسمع خرقا لإجماع ما عليه المسلمون وما فطر الله الناس عليه وما وضع في قلوب الناس من الرأفة والرحمة والتأثر على المظلوم والمضروب، فيخالف المجمع عليه بتقريرات ما أنزل الله تعالى بها الفرقان. في ديننا الولاء يتجزأ. أرأيتم إلى شاب غير متزوج فقير زنى، نجلده وإن كان فقيرا نعطيه من المال، نجمع له بين الولاء والبراء، فنواليه بإعطائه لفقره من المال ونعاديه بزناه وإقامتنا الحد عليه. فالمؤمن يجتمع يجمع بين الولاء والبراء، فنواليه على ما فيه من خير ونعاديه على ما فيه من شر. وحماس ليس كلهم سواء، ومن جعل الحماس سواء مخطئ. حماس يجمعهم حمل السلاح أمام يهود، والشرع والذوق ما يسميه الوجه والعقل والسياسة والتجربة أفصحت وبينت أنه لا حل مع يهود إلا السلاح والقوة. يهود لا يدفع معهم شيء إلا أن يدحروا بالسلاح والقوة. فكل من حمل السلاح وهو القاسم المشترك بين الحماس، أفكارهم مختلفة، ومن اختلاف أفكارهم أفكار بعضهم كأفكارهم، يحبون مشايخا ويتطلبون العلم، ونحن نعرفهم أكثر ممن هو بعيد عنهم. ومعرفتنا بهم ليست وليدة يوم أو يومين، وإنما هي عبر سنوات. فحماس جمعت أرداف مثل جمعت أفهام، ولآتهم متنازعة، لكن هم مسلمون ولهم علينا بالجملة الولاء، ولاء المسلم للمسلم. فبعض الناس عجبا من أمرهم يريدون أن نعامل من يحارب اليهود معاملة يهود، وفي هذا مخالفة للعقل السليم والفطرة السوية. فموقفنا ممن يحارب يهود، ممن لم ينقض أصلا دخول الإسلام، نواليه وما له علينا من نصيحة نؤديها. ولذا قلت في هذا المجلس مرات وكرات محذرا لهم من إيران ومن الروافض، والمسألة ليست تحتاج إلى كبير ذكاء. ثم بعد أيام، وسمعتم جميعا وأنتم أدرى مني بما يحصل، تخلي إيران عن حماس وتوريطهم إياه، فهم مخطئون في علاقتهم مع حماس، ولكن هذا لا يمنع أن نتبرع منهم بالكلية. والعجب ممن يتكلم بالبراءة منهم دون أن ننبه على أن لهم علينا ولاء بأصل الإسلام الذي يحملونه. هو يجمع بين الولاء منهم وبين عدم تكفيرهم، وهذا أمر متناقض. فما داموا أنهم ليسوا كفارا وهم مسلمون، فلهم علينا جزء من الولاء الذي يتجزأ. الذي لا يجزئ الولاء الخوارج. الخوارج يرون أن مرتكب المعصية كافر، لذا لا يجزئون التوبة. هل يجوز أن تتوب من ذنب وأن تبقى على ذنب؟ الخوارج يقولون لا يجوز. قالوا لما قلت التوبة لا تتجزأ. أهل السنة يقولون من كان مرتكبا عدة معاصي فتاب من معصية وبقي على معصية تقبل توبته، لأن التوبة تتجزأ ولأن الولاء يتجزأ. وهكذا أقول. والكلام طويل، وجاءني السؤال دون يعني تزوير، ما زورت شيئا في نفسي. يراد بالأمة شر عظيم، وأسأل الله عز وجل أن لا يحقق ليهود غاية ولا يرفع لهم غاية.